يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في كتاب التوحيد في باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا، ذكر فضيلتكم أنه من الشرك الخفي، ويقول إيه نعم، لأن الإرادة في القلب، ما أحد يعلم. نعم، إرادة الإنسان بعمله الدنيا ويعمل ظاهره أنه لله، لكن هو يبي الطمع ويبي المال في نفسه، هذا لا يعلمه إلا الله، من الشرك الخفي. نعم.